بخصوص كندا ستنقضي نهاية الأسبوع الحالي. قالت دائرة السيطرة على الحيوانات في مدينة وورن أنها جمعت أكثر من 20 قطة مريضة في مناطق عدة من المدينة. وقالت نيكول فير التي تعمل ضمن الدائرة في رعاية الحيوانات إن مجهولاً قام بالتخلص من القطط المريضة عبر رميها في مناطق مختلفة من المدينة، وكانت تعاني من أمراض كالالتهابات وسوء التغذية والجفاف، كما تم العثور على جثث 5 قطط أخرى. وتتكفل بعض المنظمات الخيرية وغير الربحية بتكاليف علاج القطط ريثما يتم تبنيها من جديد. كشف رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية السابق الموساد تامر باردو أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدر أوامر للجيش عام 2011 بالتحضير لشن هجوم على إيران في غضون 15 يوماً. وقال باردو في مقابلة مع محطة كشيت تي في الإسرائيلية إن أوامر نتنياهو لم تصدر في حينه لأغراض التدريب. وأضاف باردو أنه استشار الخبراء القانونيين في الموساد بعد صدور الأمر، لكنه لم يوضح ماذا حدث بعد ذلك، ولم يصدر أي تعليق من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي حول تصريحات رئيس الموساد السابق. يحصد وباء التبغ العالمي أرواح أكثر من 7 ملايين شخص سنوياً، منهم 900 ألف تقريباً من غير المدخنين الذين يفارقون الحياة جراء استنشاقهم لدخان التبغ غير المباشر. ويزيد عدد المدخنين على 1 مليار شخص في عموم أرجاء العالم. يعيش 80% منهم في بلدان منخفضة الدخل وأخرى متوسطة الدخل ترزح تحت وطأة أعباء الاعتلالات والوفيات الناجمة عن التبغ. هذه الأرقام نشرتها منظمة الصحة العالمية التي تحتفل اليوم الذي يصادف 31 من أيار مايو من كل عام باليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ. وبالانتقال إلى أخبار أحوال الطقس، نبقى مع العواصف المطرية المتوقعة مساء مع ارتفاع درجات الحرارة، وتصل اليوم إلى 90 درجة على فهرنهايت أي ما يعادل 32 درجة مئوية، تنخفض ليلا إلى 60 فهرنهايت أي ما يعادل 15 درجة مئوية. الجمعة الطقس غائم جزئيا مع احتمال لهطول الأمطار مساء، وتظل درجة الحرارة في 70 فهرنهايت أي ما يعادل 21 درجة مئوية. وفي توقعات الطقس لعطلة نهاية هذا الأسبوع، فنبقى مع الأجواء المشمسة مع درجات حرارة تصل إلى 70 درجة على مقياس فهرنهايت أي ما يعادل 21 درجة مئوية. إلى هنا انتهت نشرة الأخبار، إلى اللقاء. This is CINA Radio, CINA FM 102.3, Windsor, Detroit. The following program does not necessarily reflect the opinions of the management, staff, or advertisers of CINA Radio. I cannot tell you how proud I am of my daughter. I can't talk about her professional before telling you how good of a mom she is. This girl really wears her heart on her sleeve, and she is very smart. If she hires me, I would love the opportunity to work for her. I have no doubt that she is going to be a lawyer with a huge, huge heart. برنامج يور رايتس مع المحامية جومانا كيروز المختصة في قضايا حوادث السيارات، مع نخبة من المحامين في اختصاصات عدة منها الطلاق والهجرة والإفلاس، يأتيكم الآن على الهواء مباشرة. مساء الخير، أهلا بكم مستمعينا، ونرحب بكم من جديد في حلقة جديدة من برنامج Your Rights مع المحامية جومانا كيروز المختصة في قضايا حوادث السيارات والإصابات الشخصية. هذا البرنامج اللي يسلط الضوء على مختلف القضايا المتعلقة بحوادث السيارات وقضايا أيضا متعلقة بالهجرة وأحيانا قضايا الإفلاس وغيرها من الاختصاصات الموجودة حاليا في مكاتب المحامية جومانا كيروز. نستقبل اتصالاتكم إن شاء الله في الحلقة اليوم على الأرقام 313-769-6666 من وينزر كندا 519-256-1023. نرحب بك جمال أكيد، وضيوفك راح نتعرف عليهم بعد شوية على الهواء. أهلا وسهلا فيك في راديو سينا. واحد منهم حضرتك متعرف عليه سابقا أكيد، والتاني اليوم لأول مرة وبإذن الله مش آخر مرة إن شاء الله. صباح الخير إلك رامي ولراديو سينا، أحلى إن شاء الله نور. كل شيء يكون منيح، إن شاء الله يكون الويك إند تبعك كان جيد. الحمد لله أكيد طبعاً، مع Happy Memorial Day. Happy Memorial Day على الجميع، والطقس الحلو بلش إنه خلص بلشنا الصيف. الحلو كتر خير الله. صباح الخير للمحامي علي عجروش. صباح النور. محامي من المحاميين السوبر ستارز اللي موجودين عندي بالمكتب.
Thank you. وspeaking of superstars, في عنا superstar تاني عندي لقب إله شوي غريب. ما بعرف إذا الماما عم تتسمع اليوم. المحامي قاسم حيدر. صباح الخير. صباح النور. أحياني. هل تعتبر اليوم قاسم للمستمعين اللي حيقدروا يعرفوا شخصيتك الحقيقية؟ إن شاء الله. علي شو شخصيته للمحامي قاسم حيدر الحقيقي؟ هو البولي تبع الأوفيس. منسميه البولي. بس لأنه بيجيب مصاري كتير للكلاينت. لأنه أنت ما بتجيب مصاري كتير للكلاينت. مش هيك منسميه بولي. أكيد. كمان أنت على سلامتك مزبوط. We call him a bully. في عنا a couple of bullies in the office. منهم رح ينذكروا ومنهم مش رح ينذكروا. منذكر اليوم المحامي قاسم حيدر. قاسم يا أهلا وسهلا فيك اليوم. Thank you. أنا بعرف قديش أنتم مشغولين وقديش بتاخد جهد منكم أنه تقدروا تعملوا تقريبا ساعتين من وقتكم، لأنه بعرف شايفتكم تنينتكم لابسين بدلات اليوم. أنا مني لابسة بدلي لأنه أنا ما نزلت على المحكمة. علي وين كنت حضرتك اليوم؟ أنا كنت بمقام كاوني والحمد لله جبت سرمة اليوم كتير منيح. عملنا تسوية اليوم. خبرنا عن شو؟ كان first and third party. يعني حادث سيارة. حادث سيارة. عم نمثل رجل أو امرأة؟ رجل. أوكي. والحادث تبعه حصل بمكوم كاونتي، فقمنا دعوة ضد الإنشورنس تبعه وضد اللي ضربه. إيه مزبوطة. وهو كان عنده first party فواتير الدكاترة والخدمة. نعم. وعلى third party كان عنده تاريخ. كتير like a lot of pre-existing حافل بالأمراض اللي كانت موجودة قبل الحادث. يعني كان عنده يمكن ألم بظهره، يمكن ألم برقبته قبل الحادث. وصار له من 86 بعتقد عم بيستلم social security. ومن 90 يمكن عم يستلم كمان workman's camp. ويكون العكس، بال 86 بلش بالworkman's camp و 90 بالسنة 1990 كان عم يستلم social security. This is good لأنه علي في كتير عالم بيفكروا إذا عندهم social security ما بيقدروا يعملوا تسوية ويحصلوا على مصاري. لأنه بيخافوا أنه يخسروا حقوقهم بالsocial security، ونحن هذا شيء ما منريده وهذا شيء ما بيصير. هلأ أكيد بيضاعف الكيس شوي، بس نحن كقيمة الكيس. كقيمة الكيس بس عم نقدر نجيب تسويات منيح. اليوم أنا كتير استغربت إذا كان فينا نجيب له، وهو كان كتير مبسوط معنا. That is so wonderful. كان عندك اليوم شي settlement conference؟ كان settlement conference. يعني تقريبا كان قرب الكيس ليخلص. فالقاضي بيجيب الطرفين وبيقول ليش بعد ما صار في تسوية. مين كان القاضي اليوم؟ القاضي اليوم كان كارل مولينغا بمكون كاوني. جوج مولينغا. Congratulations. Thank you. أنت مبسوط من النتيجة، بالأخص أنه الشخص عنده social security. والموكل مبسوط من النتيجة. كان مبسوط كتير، وكمان حتى على الريكورد انه كان مبسوط معنا. So wonderful. وللأسف هيدا الشيء مش دائما بنحصل عليه. أغلب الأوقات بنحصل على هيدا الشيء، بس مش دائما، لأنه أوقات في ظروف. بعرف قاسم اللي حيخبرنا اليوم كنا عم نحكي عن شغلة من الأشياء اللي عم بتصير معنا كتير بالمكتب. فلح نحكي أوقات إنه في ظروف بالمكتب إنه التسويات تطلع سيئة أو مخيبة الأمل، بس دايما في أسباب، والأسباب هي منطقية. قاسم كمان حضرتك لابس البدلة، وين كنت اليوم؟ قلت لي كنت بوين كاونتي. قلت لي I'll be coming from Wayne County. Yeah, جمانة. اليوم الصبح كان عنا settlement conference in Wayne County. Okay, مين كان القاضي؟ Judge Hubbard. Okay. It was the first settlement conference بعد الكيس evaluation. So, okay. وشو الكيس؟ هل هو طبعا حادث سيارة؟ حادث سيارة. هل هو عطل وضرر، ولا هل هو تجاه الانشورنس كومباني، ولا هل هو الاثنين؟ It's just first party. هو بس على تجاه الانشورنس كومباني. Okay. ليش ما عنده كيس عطل وضرر؟ هل هو كان بحادث single car accident، ولا هل هو مسبب الحادث، أو شو الظروف؟ بالضبط. الكلاينت تبعنا it was in a single car accident. So it was only okay. ما في حدا يقيم دعوة ضده. بالضبط. أوكي. قدرت حليت اليوم؟ No. بعد الكيس evaluation الانشورنس ما إجوا على settlement conference، بس ما كان في authority so we set up a facilitation. لأنه الظاهر أنه اللي طالبينه هو مبلغ أكتر من اللي هن رايدين أن يدفعوا. صح. أوكي. وكيف كانت نتيجة الكيس evaluation؟ الكيس evaluation was very good for us. نحنا قدمنا كل ورق الكيس evaluation و we went we argued the case evaluation in front of a panel for our client. كان في كتير دكاترة، في كتير medical bills بهذا الكيس. مش كتير، بس إنه كان عنده some therapy و he did see a doctor and had a treatment شي سنة. أوكي. أنت منك متفاجئ إنه ما خلص اليوم الكيس. كنت متوقع، لأنه اللي نحنا طالبينه والsettlement conference الكيس evaluation كانت عالية. صح. يعني ما ركضوا وقالوا لنا yes.
صح مرات okay. كتير بتصير عشان ال insurance company they need the judge kind of decision to make them come in and settle the case later on. So لما رحنا على سالون الكونفرنس وحكينا مع القاضي, القاضي إنه suggested إنه we should do a facilitation so that the adjuster can come with more authority to settle the case. Okay, لأنه الأجستر كمان هو عنده supervisor بده يخدمه. يعني أغلبية الأجستر بيكون عندهم لحد مبلغ معين بيقدروا يتحكموا فيه, بس إذا طلعنا عن المبلغ بدهم يرجعوا لمرجع أكبر. صح. Okay, يعني مثل كل hierarchy موجودة. صح. كمان مرة المحامي قاسم حيدر والمحامي علي عجروج, يا أهلا وسهلا فيكم ببيتكم. هيدا الراديو شو, هو الراديو شو تبعكم, هو مش منه الراديو شو تبعي. أنا كل السكسسس تبعي بيقولوا بالعربي إيد واحدة ما بتزقف, مش هيك؟ أنا أول وحدة, أسرع وحدة, I take credit بكل شيء منيح أنتوا بتعملوه. بس الحقيقة هو إنه it does take a village, وهيدي الحقيقة. ونحن لنا الشرف إن نشتغل عندك بالمكتب. Thank you حبيبي علي, أنت you are family, وقاسم أنت كمان you have become family, وبيك الأستاذ إبراهيم, وأمك الدكتورة كريستين, وأختك ريتشل, you are family. وبإذن الله كمان your family قاسم, بعرف إنه بعد ما صار إلي شرف تعرف على الماما, الله يخلي لك إياها, والبابا إن شاء الله أنا قريب, وخطيبتك. Thank you. يا أهلا وسهلا فيكم. بعرف رامي حضرتك قلت هذيك المرة أنه نحن ما عم ناخد اتصالات, بحب بس أقول بتمنى لو الاتصالات اليوم ما بتكون عن الهجرة لأنه المحامي حمزي صبح منه معنا, وما بتكون عن البنكربسي لأنه المحامي مايكل بينكستين منه معنا, وما بتكون عن قضايا الجينيات وقضايا الدوميستيك فايلنس وقضايا الطلاق لأنه المحامية ماريا باتشينكو مش معنا, بس بتكون عن أي شيء بخص حوادث سيارة. أكيد. So, إذا في أي اتصال منبلش بأي اتصال. منبلش بسؤال من جاد شارك على في إطار موضوعنا. جاد مساء الخير. أهلا كيفكم؟ يا أهلا وسهلا جاد. يا how are you, الحمد لله. يا أهلا وسهلا جاد, هل حضرتك عم بتصوم؟ نعم عم بتصوم حضرتك, you're celebrating رمضان. No not today, I'm ما بصوم كتير بيني وبينك. أوكي. ما عادت بيني وبينك ومعليش, بس ألفات الأشخاص بفتكر سمعوك, بس معليش شي جاد. المهم النية بفتكر الحمد لله. وإنما رمضان thank you, رمضان مبارك. شو بتحب تقول للمحاميين السوبر ستارز اللي عندي, رايزنج ستارز بسموهم, رايزنج ستارز لأنه شباب صغار بالعمر, يعني عمرهم بآخر العشرينات أول الثلاثينات, شو بتحب تقولهم للمحامي قاسم حيدر والمحامي علي عجروج؟ الله يخليهم. ولا بدك تلفن لتعيط علي أنا؟ لا ولا نو أنا حابب تلفن وأشكره لعلي عجروش, محامي علي عجروش. ليه بدك تشكره لعلي؟ شو المناسبة؟ Because he exceeded everything. يعني the car accident I was in was really bad, ويعني عورت حالي, و there سلامة was قلبك. يعني a lot of expenses. الله يسلمك. ومحامي علي عجروش يعني he did everything he needed to do, medical bills, ويعني شو بدي أقول لك, the whole nine yards كيف بيقولوا. That's wonderful. Thank you very much. That's really wonderful. Of course. وقاسم حكيت معه كم مرة, يعني ما نسيت عليك يا قاسم. قاسم كمان شاطر قوي, بس علي بس بس بولي بس بولي. أكيد أنت ما شفت البولينس تبعه. أكيد جمانة أنت ما فيهاش أحسن منك. Oh, you know so sweet. لا في كتير أحسن مني, but thank you. فهمت عليك, باللبناني هيك بيقولوا ما في أحسن منك. يعني على سلامتك, هيك قصدك. Thank you so much. أكيد. Thank you. So الحادث تبعك جات خلص. Yes. عنا بالمكتب. Yeah, it settled. Yes, it settled. I had two parties, both settled. Okay. And honestly, no complaints, especially with Ali Ajrouch's team. His he has a great team. He has it all team. Together. Yeah, Sara and Ahmed. Anytime I call, دغري هني بيردوا, وأي شيء بدي هني بيحكموا فيه. لكن yes, لكن الكيس تبعك تقريبا صار له تسوية مش من زمان, من شيء سنة أو أقل, ما هيك؟ إذا عم تحكي عن أقل, لأنه إذا عم تحكي عن أحمد. yes, okay. Thank you جاد, you are very kind. نحن مشكرك إنه اتصلت. أكيد. Thank you very much. أكيد.
جاد، هل عندك أي comment كونك أنت كنت حادث بحادث سيارة؟ هل عندك أي شيء؟ I don't mean to put you on the spot. أنا بشكرك أنه اتصلت لتشكره للمحامي علي عجروج والمحامي قاسم حيدر، بس هل عندك أي ملاحظة أو شيء anything that jumps at you؟ هل مثلا المحامي علي عجروج حكيك عن السوشيال ميديا بحادث سيارة تبعك؟ هل نعم. انحكى عن الـ household forms اللي بعرف أنه المحامي قاسم حيدر has horror stories to tell us about household forms. I don't mean to put you on the spot, بس هل في شيء تاني، هل في شيء مثلا that jumps at you بتحب تشارك المستمعين فيه بالتجربة تبعك؟ يعني الhousehold services أكيد هولي جربت احتم فيهم قد ما فيه، يعني المساعدة مساعدة اختي سارة so she helped me fill them out لأنه she was the one helping me. يعني ما عندي شيء لكم غير يعني حكيك المحامي علي عجروج، حكيك المحامي علي عجروج عن أهمية أنه تنتبه بالسوشيال ميديا؟ أوه أكيد أكيد. السوشيال ميديا أنا الحمد لله I'm not so active على الفيسبوك، ويعني ما بعرف الأيام أنا بس كنت عم بكبر كنت على الماي سبيس، هذا ما بقى خلقان الماي سبيس. نعم. بس أنا يعني ونحن بس سوري ما قصدي أقطعك، بس طريقة سريعة نحن ما عم نعلم العالم أنه يكذبوا على السوشيال ميديا أو يخبوا من السوشيال ميديا، نحن بس عم نحذرهم أنه صارت طريقة أخرى الانشورنس كومبانيز عم بيراقبوا العالم على السوشيال ميديا. صحيح. أكيد أكيد yeah. أكيد. وأنا I had really bad leg injury ويعني you know I don't want to put on Facebook I'm running through يعني مثلا these trails out here يعني of course social media is a good platform and a bad platform but أنا wasn't active and nor was I taking any injuries or anything of that nature. Jad, thank you so much for calling. Thank you for taking time and calling, and again happy Ramadan to you. Thank you and have a great day everyone. Thank Bye you for Ali. The call. Bye. Bye. Thank you for calling Jad. شكرا جاد على اتصالك. شكرا جاد. بناخذ اتصال اخر. اكيد نذكر اليوم عم نحكي عن حوادث السيارات، والمحامي علي عجروج والمحامي قاسم حيدر من المكتب اختصاصيين بحوادث السيارات موجودين لنجاوب على كل اسئلتكم، وعندنا بعض الاشياء بنحب نشارك اكيد المستمعين. تذكير سريع بارقام الهواتف في الاستوديو 313-769-6666-519-256-1023. نعيم على الخط، مساء الخير. سلام. اهلا. يا اهلا وسهلا. Hi, how are you? How are you doing? Very good, very good. Your name again, Naeem? Naeem, yes. Naeem, تشرفنا. How are you? How are you doing? I Joumana, am good. I don't know if you remember me in 2016. I got into an accident. I came at your office and I met you one-on-one when you sat with me and everything. So very quickly, did I do a good job or a bad job? Yes, you settled the case. You did an amazing job. You did an amazing job. Okay, good. Now you can talk for 15 minutes. you and the attorneys, the really tell the truth, are amazing. You guys, I appreciate you. I'm back. I'm up and running again. That's wonderful. Thank you so much. Thank you so much for Thank everything. You. And, Thank you. Thank you, Naeem. May team. I ask who was the lawyer in charge of your case? I remember it was Ali. I work with Ali and I work some part with Asim. قاسم yes. They because, yes. Amazingly. Yes. Because قاسم وقت اللي كان عم يتدرب تحت ايد المحامي علي عجروج وهلا yes. صاروا زملاء وبيساعدوا بعضهم. Yes. Yes. بس الظاهر انه هلا صار قاسم بيفهم اكثر من المحامي علي، انا هيك عم حس. No. بس علي and Asim. Oh, they're there right now with you. Ali's there? They are. Ali Ajrouch is here and Qasim Haider are here. Naeem, how are you? Sorry. How are you guys? How are you guys doing? Good, good, good to hear from you. How are you doing? My man, good. Thank you so much. I really want to say thank you guys. Wallah, you know, the settlement was amazing and really, I don't even know what to say. I don't know how to repay you guys. You were a great client. No, this is our job. You realize that when you put your trust in us and you bring a case to us, you also benefit us financially. So it's a thank you to you. So you and many other clients are the reason why we make a living. Without you, we will not be able to make a living as lawyers. So thank you for your trust. At the same time, thank you guys. Really, you guys did so much. Thank you. And I promise I'm going to come there again and say hi. And hopefully I'm going to come only this time just to say hi. No more, no accidents. Ya Rab. Although this is what we do for a living, ما بنتمنى حادث سيارة على أي إنسان. Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Thank you so much, Joumana, and everybody. Naeem. Thank you. I appreciate it. Thank Tell you, everybody Naeem. I said hi. Thank you, Ali, Qasim. I appreciate you. It. Thank you for your call. وعنا اتصالات أخرى كمان مرة. عم نحكي عن حوادث السيارات اليوم، والمحامي علي عجروج والمحامي قاسم حيدر. هلو. أوكي. هلو، مرحبا، شلونكم؟ يا أهلا وسهلا. رمضان مبارك عليكم. وعليك أنت وعلى عائلتك كلها يا رب.
Thank you. أنا اسمي دارن، عندي سؤال. دارن، تفضل. مرتي كانت تسوق سيارة. نعم. سوت حادث. نعم. هذا اللي ضربها انهزم. غيرت الصورة. سوينا ريبورت في بوليس ريبورت everything. نعم. أوكي. سو أول شغلة بدي أقول لك إياها، بهنيك إنه طلبتوا البوليس إن شاء الله وإجت على مكان الاصطدام، بالأخص وقت اللي بيكون في هيت أند ران، يعني دايما في علامة استفهام إذا عن جد حصل الحادث. من الضروري جدا لأي إنسان اللي بيتعرض لهيت أند ران إنه يوقف بمطرحه أو يزيح على جنب if it's safe to do so، ويتصل بالبوليس. وإذا البوليس ما إجى على مكان الاصطدام، إذا بيقدر يروح دغري عند البوليس، لأنه دايما في علامة استفهام. وفي بعض الإنشورنس كومبانيز، وحدة منهم هي قاسم أن علي تريبل أي، مصرة إنه يكون في بوليس ريبورت ضمن 24 ساعة. قاسم، what do you have to say about that? بالضبط جمانة، بعد ما لما يصير في hit and run it's very important للواحد إذا ما إجا البوليس to the scene to go to the police station and make. نحن خسرنا اثنين cases مش سببنا، لأنه إجوا لعنا الموكلين اثنيناتهم طلعوا تريبل اي، بس انا بقول يمكن في غير تريبل اي عم تستعمل هذا الاسلوب، ويمكن غيرها رح تستعمل هذا الاسلوب. خسرنا تو كيسز اجوا لعنا الموكلين هيت اند ران، بس ما قدموا بوليس ريبورت ضمن 24 ساعه، فالكيس تبعهم got dismissed for hit and run. مظبوط؟ مظبوط صحيح. In AAA's policy عم بيحطوا انه if there is a UM claim، يعني سيارة و it was a hit and run، يعني الاثنين انهزم. انهزم. You have to notify the insurance company and get a police report within 24 hours. 24 hour police requirement rule. كمل استاذ ديلن. ديلن، نعم، تفضل. سوينا police report. أخذنا الكيس. راحت ماتي كانت حامل، راحت المستشفى وسوينا فحوصات كل شيء. أخذنا كيس يم الدانيال يتوم المحامية، بلا ما نذكر أسامي يمكن بيكون أحسن، بتفضل. أخذنا يم المحامية خلت الكيس يمها في سنة، بس ما سوت كل شيء. اسمح لي بس وقفك وقل لك في كتير احتمال، تعرف ما في أصعب منه أنه الإنسان اللي منه هون ليدافع عن نفسه يوجه له أصابع الاتهام. في احتمال كبير أنه يمكن هي ما عملت شيء، لأنه أنتو طلبت منكم تعملوا الفيرست باري بنفيتس وناطرة لحتى الانشورنس كومباني تقضشكم، فيمكن ما في شيء ينعمل. بس الظاهر أنه يمكن ما she did not communicate all of that to you، يعني مش لأن ما عمل شيء معناتها غلطت وما عملت، أو معناتها أنه كان في شيء لازم تعمله بعد ما عملته. صعب الواحد يعرف ليطلع على الملف. يمكن حضرتك يمكن زوجتك بس مدي عقد من العقدين، don't know. well بس مشكلة كانت مثلا من إنشورنس كانت خابرنا، كانت خابر إلنا إذا نحن إنشورنس عند محامية، قال خابر محامية قال no I'm not responsible for these people. من خابر محامية تقول لا تروحون. آخر شيء رحنا إحنا بدون محامية وحكينا وياهم شلون حادث. examination under oath، يعني كان في حلفين اليمين. هل جبت لكم الانشورنس كومباني حدا عم يطبع كان الأسئلة والأجوبة؟ إيه. أوه. كان يكتب إيه. أوكي. سوينا مرة الأخير حكوا ويانا، ورحنا مرة الأخير same thing زي يسجلون زي يحكون. ورحتوا بلا محامي. رحنا بدون محامي. بقول محامي كان تقول لنا لا تروحون. اوكي. ومن نحكي ويا الانشورنس قال روحون. قلنا ايه عندنا محاميه، قال نخاف محاميه تقول I'm not responsible for this person. اوكي، رح جاوبك. شو سؤالك اذا بتسمح بطريقه سريعه؟ السؤال هو يعني هسه شو نسوي؟ هسه البلاط مال مانسي كلها تدوع على الكولكشن. يس اوف كورس. ايه ما تدفع الانشورنس، شو نسوي يعني بهالحاله؟ عمر السنه الاكسيدنت. تاريخ الاكسيدنت ايمت؟ صار السنه تقريبا، صار لاست يير كان. اوكي، بدي الاكزاكت، بدي التاريخ على القد. نحن اليوم May 30 31 2018. شو تاريخ الحادث؟ كان بالماي لاست يير. اوكي، اول ماي اخر ماي، ان شاء الله يكون May 31 لاست يير. أول ماي. لا أول ماي. أوكي. Alright. شكرا أستاذ، رح أعطيك الجواب off. Alright. So قبل كل شيء قاسم أو علي، ليه بتعتبروا محامي ممكن يقول أنا مني مسؤول؟ أنا ما بعرف، في احتمالات كتير. يمكن صار في miscommunication بيناتهم. يمكن
يمكن ما يعني يمكن المحامي ما وضع على الفيرست بارتي يمكن ثيرد بارتي فقط so في محامية كتير بس بيعملوا ساين اب على ثيرد بارتي يعني العطل والضرر ونحن بنعمل الاثنين فيرست بارتي وثيرد بارتي كمان جمانة انه مرات كتير الواحد لما يصير معاه حادث بيفكر انه ما ضروري يجيب محامي لا يصير الانشورنس ما بده يساعده مظبوط it's very important to call an attorney and to get an attorney right away so that we can help you throughout the whole process ونحن رح نحكي اليوم ذكر ديلن الاستاذ ديلن عن الاكزامينيشن اندر اوث ونحن اليوم عندنا اكزامبل عن اكزامينيشن اندر اوث لسي راحت بلا محامي لأنه دايما بنسأل هذا السؤال هل أنا بحاجة لمحامي لأمثل حالي لجيب خدمات المنزلية اللي هي فقط $20 بنهار راتب ممكن لا إلى آخره في كتير عالم بيقولوا خلينا نوفر تكاليف المحامي هي الفكرة بالمنطق مظبوطة لأنه للحقيقة هي المعاملة تبع الإنسان مع الانشورنس كومباني تبعه هي منا كتير صعبة It's not brain surgery إذا بتعرف What to watch out for إذا بتعرف تنتبه عشو صح. وبما أنه بهيد الأيام الانشورنس كومبانيز دايما ودايما وبالأخص بهيدا العصر اللي في اسمه كيس اسمه بحري عم بينبشوا على طرق يلقطوا الإنسان بعتذر على الكلمة بالكذبة قبل ما يروح عند محامي أنا شخصيا صرت عم بعطي النصيحة مظبوط أنتوا فيكن تقوموا فيها بس هل يا ترى عم بتعرضوا حالكن لخطر لأنه في أشياء المحامي ما رح يسمح تصير مثل مثلا examination under oath so لنجيبه لأستاذ ديلن لأول سؤال متهيأ لي أنه يمكن المحامية دانيال يا توما ما مضت الموكل على الفيرست باري كيس قالت له انت لمرته انت روحي انت حصلي على خدماتك المنزلية وقت اللي بيصير في قطشة وقت اللي بيصير في مشاكل مع الانشورنس جعل عنا هون مزبوط اذا المحامية قالت انا مني مسؤولة تاني شغلة قالت المحامية ما نكون مضطرين تروحوا مظبوط you do not have to submit to an examination Absolutely. under oath okay the first party case فقط uninsured motorist اذا في uninsured motorist يمكن الكونتراكت بيقول انه لازم تعمل examination under oath هذا شيء contractual okay لازم so نحن عندنا بالمكتب اغلبيه الاشخاص اللي بينطلب عليهم examination under oath it's a case by case نطلع عليهم واحد بس نحن عندنا بالمكتب اغلبيه الملفات محامي قاسم حيدر ما بنسمح للموكل بنرفض صح بنرفض نحن مش ضروري نعطي الاكزامينيشن اندر اوث especially لما نعرف انه نحن الانشورنس مش عم يدفع وراح نحن نرفع الدعوه فور اور كلاينت نحن بننطر عشان بعد ما نرفع الدعوه الانشورنس بيصير يحق لهم something called a deposition اوكي يعني كان حقه لهيدا الشخص انه يرفض الاكزامينيشن اندر اوث اوف كورس الانشورنس مش رح تدفع المحامي ساعتها بيقدم دعوه هيك ما بيكون في افادتين يعني الاكزامينيشن اندر اوث عم يعملوها افاده ليقولوا انه بدهم يبثوا بالامر أغلبية الأوقات وإنما مش كل الأوقات ما بيطلع منا نتيجة فبأغلبية الملفات قانونيا بحقلنا نقول نو للإكزامينيشن أندر أوث نحن هيك بنعمل بمكتبنا وإنما بأغلبية الأوقات شو بنعمل من بعدها بنقدم دعوة صح أوكي يعني اللي قالت له إياه المحامي هو مزبوط السؤال الأخطر الحادث لنقول حصل بماي 1 2017 نحن اليوم May 31, 2018 الظاهر إنه زوجته لديلن لحد اليوم ما عنده محامي شو صار؟ هلا أنا برأيي لازم توكل المحامي بأسرع وقت لأنه بس فيها تطلب البلات قبل السنة سو اليوم مثلا إذا بترفع دعوة اليوم May 31, 2018 بس فيها تطلب من الانشورنس أن يدفع من May 31, 2017 لحد هلا وإذا يعني بتنطر لبكرة بكون June 1, 2017 يعني أوريدي خسرت One month. شهر والأقل شيء اللي خسرته هو الخدمات المنزلية الأخطر شيء اللي خسرته هو البلات تبع الدكاترة إن كان في أمبولنس إن كان في إمرجنسي روم إن كان في تاستينج إن كان في فيزيكال ثيرابي إن كان في هوسبيتال هيدول خلص الإنشورنس كومباني ما عادت مسؤولة عنهم وهي مسؤولة عنهم لحد ست سنوات يعني بعدها هي on the hook بعد 5 سنوات للأسف مظبوط وكل نهار عم تنتظر هيدي السيدة هو نهار إذا رجعت فيه لورا شو كان متوجب على الانشورنس انمحى سو نصيحتك لهيدا الشخص إنه يجيب زوجته
لعند محامي بأسرع وقت ممكن. أكيد. والحل الوحيد هو تقديم دعوة. إذا تقدمت اليوم May 31 بنرجع ل May 31 2017 يعني خسرنا من May 1 ل May 30. إذا تقدمت بكرة بنكون خسرنا May 1 ل May 31 2017. يعني the every day we wait هو نهار عم تخسر. أخطر شيء هو شو؟ هو الطبابة. What is the number one reason why people file bankruptcies? Medical unpaid bills. What kind of bills? Unpaid medical bills. Unpaid medical bills. Exactly what you said, Qasim. Unpaid medical bills. لأنه بشهر واحد you can accumulate thousands and thousands. كمان مرة معنا المحامي علي عجروج والمحامي قاسم حيدر اللي they are in the trenches كل يوم, اللي أنتوا عم بتروحوا على المحكمة كل يوم وأنتوا قاعدين بالإفادات كل يوم, you're sitting in depositions كل يوم, عم تعرفوا شو العالم عم تعمل وشو ما عم تعمل. وبدنا وقت, بعرف بعد عنا فقط 25 دقيقة, بدنا وقت, بدنا نحكي عن شيء اسمه بحري, بدنا نحكي عن شيء اسمه شو عم نقول للإنشورنس كومبانيز وكيف عم نلقط بالكسبة, ومع أنه هيدا ما له تأثير على إذا الحادث حصل ولا لا, إذا الإنسان متأذى ولا لا, إذا الإنسان تعالج ولا لا. بكل الحالات برضو بالرغم عن كل هول بيخسر الكيس تبعه. رامي بعد عنا اتصال معنا, سؤال من أحمد. أهلا أحمد. يا هلا. يا أهلا وسهلا. كيفك؟ يا أهلا. بدي أشكر جومانا and the team ومحامي قاسم. Thank you. قاسم سعيدة. Thank you محمد. عن جد يعني it was a very good settlement و Misma here, very good advice from you guys and the team, and I loved working with you guys. عن جد يعني جميعا كتير حسيت مثل أنا من العائلة يعني. Thank you very much. عطينا رأيك بالتحديد عن المحامي قاسم حيدر. كان بولي عن جد بالكيس تبعك؟ مش لإلي, لا الانشورنس كامبني. برافو عليك, برافو عليك. كتير قوي, كتير قوي. لكن علي عجوج مش قوي, ما بتعرفوا ما بتعرفوا كمان. لا كلهم, كل واحد كل واحد طلعوا فاهم ثينج يو ديز ايتش بس اتس نوت وركينج بس اتس نوت يو غانا جيت انتو ا فايت افتر ذات نو ذاتس نوت ذا سبيريت اوف رمضان علي ان قاسم ذات از نوت ذا سبيريت اوف رمضان وير وان تيم اند وي اول هاف اور رولز الحمد لله وي هاف ا فيري جود تيم اكزاكتلي توجذر ذير اند ذات يو جايز ار ا فيري فينومينال تيم ذات اي وركت وذ اند I look forward. How long really did your again. No, not in that capacity, ya Rab. Not in that capacity. Inshallah, مش بحادث السيارة. Yeah, really, exactly. And but you know, throughout the experience, I'm very happy, very satisfied, Marcon. Well, thank you very much. Thank you, and thank you for taking the time to call. And we hope that you will recommend us to others. Of course. Thank you. Definitely. Thank you so much. Thank you. شكرا لك أحمد. وبعد عنا اتصال؟ حاليا لا. أوكي, very good. بركي إذا فينا نحكي هيك كم كلمة قبل ما نرجع ناخد اتصالات تاني. محامي قاسم حيدر, قدامي في طلب من محكمة بأن أربر تقدمت من قبل ستيت فارم, عم بتمثل دكتور للإمارايز ودكتور تاني للأنستيجيا, يعني في موكلة موجودة عنا بالمكتب, طبعا ما بنذكر أسامي. هيدي الموكلة تعرضت لحادث سيارة مزبوط, وتأذت مزبوط, وعملت إماراي مزبوط, وعملت علاج طبيعي مزبوط, وما سببت الحادث مزبوط, وعم تتألم مزبوط, وتغيرت حياتها مزبوط, وهي على خطر كتير كبير 100% guaranteed أنه رح تخسر الملف تبعها. ليش؟ صحيح. شو صار؟ جمانة شو صار؟ إنه الكلاينت اللي قبل ما إجا لعنا, قبل ما إجت لعنا, عفواً, قبل ما إجت لعنا وفاتت بالحادث, شو صار؟ الانشورنس كومباني سألها بدون examination under oath. أوكي, يعني مثل استيز ديلن تعرضت لحادث وقبل ما أخذت محامي طلبت منها الانشورنس كومباني شيء اسمه examination under oath. under oath يعني تحت حلفين اليمين. صحيح. يعني الكلام كله ما لازم يكون فيه تناقض أو كذب. صحيح. Okay. And during the examination under oath, the insurance سألك some بعض الأسئلة عن
when it when بتمنى can it لو بتقرا بعض الأسئلة اللي سألتها هن الانشورنس. Sure. So أكبر شغلي أو أول شغلي سألها الانشورنس إنه لما كانت عم بتروح على الفيزيكال ثيرابي كانت عم تعمل كيف كانت عم تروح على الفيزيكال ثيرابي وتجي هي قالت بالإكزامينيشن إنه كانت بالفيزيكال ثيرابي وهي كانت توصل على الفيزيكال ثيرابي وتساين وراء إنه حدا وصلها وجابها. كيف اكتشفوا إنه هذا مش مزبوط؟ So State Farm outer surveillance حطوا مراقبة وشافوها أنه هي كانت عم بتسوق على الفيزيكال ثيرابي مش كان الفيزيكال ثيرابي عم بيوصلها. أوكي. شغلة تانية سألوها سؤال عن إيديا. صحيح. بالإكزامينيشن أندر أوث اللي ما في محامي موجود فيها اللي أغلب الأوقات نحن منمنع الموكل أنه يعملون هول يخضع لهم لأنه It's a deposition before a deposition. تفضل. صحيح. شو السؤال تاني سألوا إياه؟ سألوها إذا إنه شو هو الوجع وشو هي الشغلات اللي فيها تعمل وما فيها تعملون. أوكي. هي قالت بالإكزامينيشن إنه ما كان فيها تعلي إيدها فوق كتفها. كتفها. صح. أوكي. كيف اكتشفوا إنه هيدا مش مزبوط؟ كمان State Farm ordered surveillance. surveillance فروها إنه هي كانت حاملة ولد بإيديها وكمان إنه كانت عم تشتغل وعم تتمشى إنه بالإكزامينيشن قالت ما كان فيها تمشي مسافة أكتر من 5 دقايق أو 10 دقايق وشافوها walking in excess of 1 mile or half a mile. Right and running errands. And running errands. Okay. صح. سألوها سؤال إذا عندها أي مشاكل كانت قبل الحادث جسدية. صح. شو كان جوابها؟ So بالإكزامينيشن سألوها إذا كانت قبل الحادث قبل الحادث إنه إذا has she ever had any old injuries or taken any medication pain شو medication. كان جوابها The client said that she had never taken any pain medication. ما عدا مرة وقت اللي شالت رحمها. صح. بوقت محدد. صح. أوكي. State كيف اكتشفت State Farm إنه هيدا غلط؟ State Farm أودروا كل وراء الفارماسي البرسكريبشن الميديكيشن اللي وصلوها. من أي سنة؟ الحادث تبعها حسب 2016. شو لقوا الفارماسي ريكورد؟ من أول من أي سنة بلش؟ من 2006 لقوا إنه 2006 2007 صح 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 كل الوقت عم تطلب من Walgreens شو عم تطلب صح all so Walgreens pharmacy records فروا انه كانت عم تاخذ دواء للسكن للنوركو واوكسيكودين اوكي سو هي قالت بحياتها مش اخذت ادويه قبل الحادث وما كان عندها مشاكل باي شيء بجسمها طلبوا الملف الطبي تبعها وطلبوا الفارماسي ريكوردز تبعها ولقوا انه الفارماسي ريكوردز بيفرجوا انه من 2006 وبالرايح هي عم تطلب pain medications yeah pain medications for وجع بظهرها اوكي وهي كانت قايله انه ما كان في وجع بظهرها هيدا سبب من الاسباب ليش انا غيرت رايي وقت كانوا يسالون العالم هل انا بحاجه لمحامي وبدي اعطيه الثلث بالنسبه للخدمات المنزليه هي ما قصه خدمات منزليه هي مثلا لو هيدي السيده اجت لعنا من اول ما حصل الحادث ووكلتنا اول شيء ما كنا سمحنا لها تقعد باكزامينشن لانه ما لها عازي بهيدا الكيس كنا قدمنا دعوه دغري بالدعوه دغري نحن اول شيء نحن معها ونحن منذكرها من الاول انه نقول الحقيقه واذا ما قادره تتذكر ما بتقول نو وما بتقول يس شو بتقول اي دونت ريممبر اي دونت ريممبر صح اتس فيري امبورتنت اكثريه المرات الواحد بيحس انه لما يكون عم بيعمل الديبوزيشن اور اكزامينشن انه لازم يجاوب مثل ما عم بيسالوا الستيت فارما للانشورنس يعني لازم يكون عنده جواب يا يس يا نو صح بس كثير اوقات مش ضروري اذا الواحد هن بس بدهم يعرفوا شو الانسان بيعرف من سبب شو هن اللي صار من سبب الحادث سو اذا الواحد مش متذكر اتس كومبليتلي اوكي تو سي اي دونت ريممبر وات هابند اف يو دونت نو اتس كومبليتلي اوكي to say I don't know. They don't want you to guess and we don't want you to guess. We want to make sure that everything that you know, we tell them. Mm-hmm. And the things that you don't know, you tell them that you don't know. Okay, so it's okay to say I don't remember if you don't remember. It's completely okay. بس نحن بالمكتب لو كانت السيدة عنا أول شيء كنا منعناها تعمل examination under oath كنا سمحنا طبعا بالdeposition بالdeposition نحن منكون طلبنا الميديكال ريكوردز ومنكون عارفين كل هالأمور وقعدنا معها قبل حتى هيك منذكرها صح انت من 2006 عم تاخدي ادويه صح. ما بدنا اياكي وقت بيسالوك السؤال تشهدي بالغلط او تشهدي لا سمح الله بالزور صح بس بما انه اجيت لعنا وقايل اللي قايلته شو صار بان اربر ما خصه بالكيس تبعنا نحن الكيس تبعنا قدمنا دعوه بوين كاونتي عم نمثل السيده لبعض الميديكال بيلز مش كلهم لانه في بعض الدكاتره وكلوا محامي خاص فيهم صح نحن عم نمثل بعض الدكاتره
وعم نمثلها بخدماتها المنزلية ويمكن عندها عناية شخصية. شو صار بأن أربر لحتى نحن هلأ معرضين almost guaranteed أنه بدنا نخسر الكيس اللي تعبنا عليه اللي نحن كمحامين كمان صرفنا عليه؟ سو شو صار انه الكيس بي ان اربر هو واحد من الانستيجا كومبانيز اللي عالجوها عملت ابره للكلاينت نعم وما دفعت الانشورنس نو سو يا الانشورنس ما دفعها سو بما انه قيمتها اقل من 25,000 دولار راحوا قدموا المحامي تبع الانستيجا راح قدم هيدي الدعوه بي ان اربر صح اوكي صح ولما قدموا الدعوه وانشر الستيت فارم ردت عليهم فيها State Farm قدمت what's called a Bari motion and I know that Joumana has talked about this quite a bit in the past. بحري صح اللي هو نزل من المحكمة العليا صح وبهالبحري motion هاو الشغلات اللي إسا حكينا فيهن قالوهن State Farm إنه كل هاو الشغلات صاروا وهي ما كان الحكي صحيح وما كانت فيك تقولها بكل صراحة كذبت كان في كذب كذبت يعني فراد صح يعني فراد بالضبط وbecause of that القاضي in Ann Arbor dismissed the case. Okay, so قبل ما أسألك شو تأثير هيدي البل علينا نحنا؟ ما هيدي السيدة تعرضت لحادث مزبوط ولا لا؟ مزبوط. هيدي السيدة تعالجت مزبوط ولا لا؟ مزبوط. هيدي السيدة عملت الامراي تبعها مزبوط ولا لا؟ مزبوط. هيدي السيدة يمكن تغيرت حياتها بطريقة كتير سلبية مزبوط ولا لا؟ مزبوط. ليش؟ البيل ما رح تندفعوا ليه الكيس تبعه got dismissed so لما الكيس بي ان اربر got dismissed because of بحري what happened is the next company or the next provider هو كان ال diagnostics testing كمان هني رفعوا دعوة ب ان اربر نفس الشيء و because اول كيس got dismissed لأنه القاضي بأول واحد قال برا لهاي الأسباب لسبب الاحتيال منعتذر على الكلمة صح القاضي الثاني اتكل على زيت القاضي اتكل على قراره الماضي بالزبط. ليقول انه رست جوديكاتا هذا شيء بالقانون انه هون في احتيال زتيني بعده الاحتيال موجود هون بينزت بالضبط وشو تأثير انه القاضي بان اربر على بل لامراي وعلى بل لبين ميديكيشن شو خص القاضي وقرار القاضي بان اربر على الكيس تبعنا اللي هو لخدمات منزلية اللي هو لعناية شخصية ولا اللي هو لعطل وضرر عشان من سبب نفس الحادث ونفس الكلاينت هول الكيسز that got dismissed in Ann Arbor نحن لما رفعنا الدعوة بوين كاوني نحن مش عارفين عنهم هول الكيسز وحتى لو عارفين عنهم ما كان فينا نوقفهم لأنه كل دكتور حر يختار المحامي اللي بيريده صحيح مزبوط صحيح ما فينا نوقفه No. ما فينا نردعه صح اوكي and now عشان احنا رافعين الدعوه هون بوين كاوني نفس الشيء صار بان اربر مع اول بروفايدر ثاني بروفايدر راح يصير فينا under race judicata and الكيس تبعنا is gonna get dismissed اوكي سو وقت عم بحكي مع السيده عن هذا الموضوع تقول لي بس ما انا متالمه ما انا عم بتعذب ما انا عم روح عند الحكمة كمان مره ذكرتها بحري هو مش اذا الحادث حصل ولا لا بحري هو مش اذا متالم ولا لا بحري مش إذا بحري هو عن مصداقيتك هيدا الكيس البحري اللي هو من شخص من الجالية العراقية اللي طلع هيدا الكيس المحكمة العليا هو بيقول شغلة وحيدة فقط إذا بحادث السيارة تبعك من نهار حصول الحادث لآخر لحظة إذا بيصير في كذب أو في احتيال وقدرنا أثبتنا هيدا الشيء بحقلنا نقدم طلب اسمه بحري القاضي مش الجوري هو اللي بيبث بالأمر مين بيصدق مين ما بيصدق إذا القاضي قال معك حق إنشورنس كمباني في كذب الكيس كله بينزت برا صح مين بيخسر بهالحالة ومين بيربح كل حدا بيخسر بس أكتر شيء الكلاينت اللي الدار اللي انوجع من سبب الحادث بيخسر كل شيء لأنه عن جد موجوع لأنه عن جد حصل الحادث صح بس خسر صح. الملف تبعه صح لأنه صار فيه نوع فيك صار في كذب صار في احتيال صحيح اوكي ونحن بنخسر اوف كورس نحن بنخسر وقت تكاليف الموكل بيخسر الدكاتره كلها بتخسر اوف كورس يعني الانستيجا بيل مش رح تندفع الام ار اي بيل مش رح تندفع الدكتور بيل ذا هوسبيتال بيل فيزيكال ثيرابي بيل حيلا انسان عالجة من نهار الحادث لحد هاللحظه وبعد عم تقلي انه بكره عندها ابره تاني هدول الاشخاص
مش لح يندفع لهم من قبل الانشورنس كومباني. ومين ربح؟ صحيح. مين وفر؟ الانشورنس كومباني. يعني الدكاترة كلها اللي عالجوها ونحن وهي خسرنا. صح. يعني هيدي نتيجة مش لمصلحة أي إنسان. Of course not. Okay. So هيدا سبب من الأسباب ليش أنا برأيي عدلت عن الأمر وبلشت أقول إنه عن جد الإنسان من الأفضل إنه ياخد محامي من البداية. هلأ هل بيقدر المحامي؟ طبعا المحامي منه عايش مع الموكل لا يعرف إذا الموكل عم بيكذب ولا لا، بس وقت المحامي بيقعد مع الموكل وبيذكره كل مرة إذا قلت الحقيقة يمكن يخف شوي الملف، بس ما بيروح. بس إذا كذبت وعندهم برهان بالعكس بيروح الملف. يعني these conversations happen between a lawyer and their client repeatedly. بيصير الموكل تترسخ بذهنه أنه لا أحسن لي ما كذب، أحسن لي ما خبي، أحسن لي ما، لأنه إذا كذبت ونلقط بالكذبة الملف كله تبعي بده ينزل برا. صحيح. وفي دكاترة عم بيقوموا دعاوي ضد الموكل. صحيح. لأنه العقد اللي هو دايما بين دكتور أو مستشفى أو emergency room والموكل هي 6 سنين، هي بتتخطى الانشورنس كمباني. يعني إذا الانشورنس كمباني ما دفعتها، في كتير عالم تعرف أنه المسؤولية بتضل واقعة على الشخص اللي عمل العلاج لمدة 6 سنين. هلأ أغلبية الدكاترة اللي نحن بنتعامل معهم هن they are graceful وما ما بيقوموا دعاوى ضد موكلينا، بس مش كلهم. مظبوط؟ صحيح. Yeah. That's very important, and I know Joumana, so when we talk about a little bit the household services forms, المساعدة بالبيت ولما يعبوا الأوراق، مرات الواحد إنه بيكون عم بيعبي الورقة ومش مش he's not very paying attention إنه مش منتبه على الشغلات اللي عم بيعبيها بالضبط. ومرات كتير عم شوف إنه بتصير بيعبي الورقة الواحد وبتكون الشهر ديسمبر وحاطت إنه كان في حدا عم بيساعده بالبيت، وبيحط إنه كان عم بيقص الحشيش بديسمبر. نحن بنعرف إنه in Michigan we never see the grass in December. This is not Florida. Yes. So no. so الانشورنس بيلاقوا شغلات هالقد صغار وفي أو مثلاً شي شهر 31 نهار بنعمله 30 أو 30 بنعمله 31. صح. وما وهيدا كله بحري، يعني هيدا كله of احتيال. Of course. نحن ما عم نحط شك إنه حصل الحادث ولا لا، تألم الإنسان ولا لا، تعالج الإنسان ولا لا، سبب الحادث ولا لا. بحري is not about that. Right. But بحري عم بتسبب ملفات إنه تضيع. Right. Yeah. And a lot of times that's what's hurting the case. That's why نحنا, you know, it's very important to have an attorney and an attorney's office that does these things, even in pre-litigation, helps you, you know, keeps you informed about what's going on and make sure they go over stuff with you and answer any questions that you may have. Yeah. عندنا كتير اتصالات اليوم. رامي إذا بتسمح بناخد اتصال آخر. معنا أشرف على الخط. مساء الخير أشرف. مساء النور على الجميع. مساء النور أستاذ جمانة، أستاذ قاسم، أستاذ علي. مساء الخير ورمضان مبارك على الجميع. أنا ما عندي سؤال، بس حبيت أشكركم الكل وأشكر الإذاعة على برامج مثل هذه، بتزيد الوعي عند الجالية العربية كامل على خطورة الاحتيال والكذب، وضروري أنه يكون في معاهم محامي. حتخسر كم للمحامي، حتربح الكثير. حكاية انك تعمل cost deduction على المحامي، يعني بالنسبة لي انه مش من الحكمة. فأنا حبيت أشكركم على كل المعلومات، استمعت للبرنامج من الأول إلى الآخر، وبرنامج رائع، كمية من المعلومات كثيرة جدا. وأكيد هعمل recommended للفريند انه يا إنه إذا في أي مشكلة لا تزكى، أو إذا تعمل saving for 1,000 maybe you will lose 50,000. الكيس اللي بتتكلمي عليها أنا متألم لحالتها، إنه الحادث حصل بس هم وقعوها في المصيدة وهي ما كانت يعني ما كانت على قدها. نعم 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 نعم. أنا بشكر كثير. Thank you. That is so very kind of you. ولنقطة التوضيح، نحن أغلبية الملفات تبعنا الفيرست باري إذا نحن أخذناها شو بنعمل فيها؟ بنعمل فيها تلت الخدمات المنزلية اللي هي $200 بالشهر، اللي هي لا تذكر. يعني الجهد اللي البري ليتيجيشن ديبارتمنت بحطه، إن كان تمارا، إن كان فاطمة، إن كان نجلة، إن كان ريم، أكتر بكتير من $200. بس هيدا بيأهلنا يكون عنا some measure of control على الملف، لأنه إذا هيدا الملف صار في شيء الكيس عطل وضرر كمان راح، مش بس البليت ما اندفعت ومش بس الخدمات المنزلية، وكمان الكيس عطل وضرر بيروح.
يعني بينخسر كل شيء. سو أغلبية الملفات اللي بيفكر فيها الإنسان يوفر فيها مصاري هي للحقيقة تكاليف المحامي فيها أغلبية الأوقات هي خدمات منزلية فقط، تلت الخدمات منزلية يعني تلت $600 $200 definitely مكتب مثل مكتبي في 50-60 موظف does not rise and fall on $200 more or less a month. But بالأخص بهالأيام أنا كنت دايما أتردد كيف بدي جاوب، وبضلني أقول ما في حدا بحاجة يوكل محامي، القرار بيكون قرار خاص. في عندك عالم يعني أشطر منا كلنا، بس أغلبية العالم هيدا مش اختصاصهم، والإنشورنس كومبانيز دائما عم بينبشوا على طرق، يعني مثل حكينا عن الهيلث أب ما حدا كان بيفكر فيها، السوشيال ميديا دائما they're always thinking of new ways to catch somebody، ويا الله شو بيحبوا يوصلوا للموكل قبل ما يروح عند المحامي. أوقات by the time بيجي الإنسان لعند المحامي what's done is done. مثلا هيدي السيدة اللي قلنا انه لازم تروح تشوف محامي بأسرع وقت، الله أعلم شو قايله بالإكزامينيشن أندروث تبعها، يمكن كمان حضرتها قايله أشياء من هيدي الست كمان هيدي لا تساعد. سو اتس ناخد اتصال بعد. معنا رندا على الخط، مساء الخير. يسعد مساك. أهلا وسهلا، تفضلي تعالي. أهلا وسهلا سيدة. هاي مدام جومانا، كيفك؟ ماشي الحال، يا أهلا وسهلا. اهلا فيك يا حبيبتي، تفضل. عندي سؤال، انا كنت باسنجر بحادث وعملت كليم على الاوتو انشورنس. الاوتو انشورنس صارت تدفع، بس هلا في بلات عم توصلني من سنه ومن سنتين، هو الحادث من 3 سنين بس عم يوصلني البلات من سنتين ومن سنه مش مدفوعين. في بلات رايحه على كولكشن ايجنسي، في بلات هيك، شو بتنصحيني أعمل؟ وعندي سؤال تاني، أنا بدي أنقل من عندي أوتو إنشورنس اللي عاملي علي الكلين، صارت غالية كتير علي مع أنه مش أنا السبب، بس هني بيعلوا الإنشورنس، وأنا بدي أنقل على غير كمباني. فيه أنقل على غير كمباني إنشورنس وما تأثر شي على بليتي وحكمتي؟ Thank you. Thank you very much for the call. وإن شاء الله الوقت يسمح لنا نجاوب. المحامي علي عجوج، مبلش بتاني سؤال بالأول لأنه أسرع. هل فيها تغير الانشورنس كمباني؟ وهل هيدا الشيء بيأثر سلبيا بأي طريقة أو بأخرى على الحادث تبعها السابق؟ Yes or no? لا، فيها تغير الانشورنس كمباني، ما بتأثر على الكيس بتاتا. Yeah, at all. In fact، ممكن واحد لا سمح الله يكون تعرض لحادث سيارة مبارح وعنده تريبل اي، واليوم يوعى ولسبب أو لآخر يروح ياخذ غير انشورنس، وما له تأثير للأبد. أوكي، very good. أول جزء من السؤال، الظاهر أنه الحادث تبعها قديم جدا، والظاهر حسب ما فهمت منها أنه المعالجة تبعها عمرها أكثر من سنة، والظاهر أنه ما حدا مقدم دعوة. مثل سيد ديلان هلا أول شيء بدأت تحكي مع محامي بأسرع وقت لأنه يمكن في بلات بهالآخر سنة، يعني بعد ضمن السنة. سو بدنا نشوف، بدأ محامي يشوف إذا في احتمال أن ناخد أقل شيء البلات من آخر السنة. هلا إذا صار عنده بلات يعني من سنة يعني 3 سنين ما في، يعني نحن اليوم May 31, 2018، أي بل عملتها، أي علاج عملته من بعد May 31, 2017 is okay. Right. طالما بيتقدم دعوة. أي بل أقدم من May 31, 2017 إذا ما حدا مقدم عليها دعوة حتى لو بعتتها للإنشورنس، طفلك الإنشورنس ما عادت مسؤولي. Right, exactly. So, مثل سيد ديلان بدأت توكل محامي بأسرع وقت لتشوف شو فينا نعمل. أغلبية العالم بتعرف هيدا الشيء، إنه الكونسلتيشن بحوادث السيارات هي فري. فري. أنا ما عم أقول إنه واحد يستغل وقت محامي، أنا ما بلاقي غلط إذا شخص اتصل فيه وقال لي أنا بعد ما قررت إذا بدي وكل مكتبك أو بدي وكل مكتب تاني، بتمنى أخذ عندك 30 minute consultation. وين الغلط؟ بالعكس I will respect that، انه مش عم يستغل لي وقتي وقال لي من الاول انا مش اخذ قرار، يمكن وكل مكتبك، يمكن وكل مكتب اخر، يمكن انا I am looking around، يمكن انا اعملها، ياخذ consultation بدل ما الانسان يتصرف بالعمى. Yeah, of course it's 100% free وما في nothing bad can happen from it. Right, right. هيدا الموضوع بحري، هيدا موضوع كتير كبير، وقصة الخدمات المنزلية بتذكر علي بطريقة سريعة، بعد عنا تقريبا شي دقيقتين، شكرا. بطريقة سريعة كنت عم تخبرني عن معجزة صغيرة، لما نسميها معجزة كبيرة، قدرت نجحت فيها بملف كان الشخص
مقدم خدمات منزلية لزوجته بس هو طلع on vacation somewhere else بذات الوقت. Do you remember that yeah, case؟ so, خبرنا عنه. Yeah, so هو على الحادث كان بـ 2016. مرته متعرضة لحادث. Yeah, كان الحادث بـ 2016 كان واحدة أصابت بحادث سيارة وكانت بحاجة حدا يساعدها بالبيت. So جوزها كان عم يساعدها بالبيت بس هو كان عنده business trip كمان هو بيشتغل. So كان عنده business trip so بعتقد بتقريبا April 2017 قدموا forms للinsurance company وهو كان على vacation بس حط انه كان عم يساعده من April 14th مثلا لApril 21st وهو بالdeposition قال انه سألوه الinsurance okay, company رحت على vacation يعني ظهرت هل هيدا من الأسئلة اللي بتنسأل هل ظهرت هل سفرت كل مرة مش بس مش بس للمتأذى بس كمان للي بيقدم الخدمات 100% so سو سألوا إذا هو راح على الفاكيشن راح شيء قالوا يعني كان عندي بزنس تريب قالوا بأي شهر قال بي أبريل 2017 من 14-21 وجابوا الورقة وحطوا قدامه كيف قدرت هيدي مفروض تكون بحري هيدي ستريت فورورد كيس بحري مفروض يعملوا موشن يربحوا الموشن كيف قدرت حليتها وأوقات الله بيلهمنا وعلاقاتنا جيدة مع الانشورنس أوقات بس ما بدنا نتكل على الأوقات بدنا نعمل الأشياء صح بس أوقات هيك by the grace of God بتزبط كيف قدرت تزبطها؟ بهيدي القصة هيدي القضية كنا نقدر نعمل تسوية قبل الموشن لحد نهارة؟ so كان في مؤتمر تسوية عن نفس النهار للموشن so نحنا نصحنا للموكلي إنه هيدا اللي صار وأول شيء هي ما عم تمضي على الورقة so كان عنا هيدا الارجيومنت مع الانشورنس كومباني so نحنا أكيد يعني منعوز السترينجز that we have to negotiate إنه هي الخدمات المنزلية اللي عبيها زوجها هي مش مضيت عليها يعني هي شو عرفها جوزها إذا عامل غلطة شو خاصة هي ليش هي بتطلع فيها وكمان كان عنا قاضي إنه the judge that we had يمكن كان شوي يمكن he wouldn't dismiss the whole case يمكن But does that always happen? Of course not. And of course, we use those arguments then ساعد يعني نجيب مبلغ أعلى من الانشورنس. You know, so حسب الكيس, حسب القاضي, حسب الانشورنس كومباني, أوقات فينا نحلل القصص. أنا بدي أشكركم كتير المحامي علي عجروج والمحامي قاسم حيدر Your presence here was wonderful مساعدتكم كانت جيدة I wanna tell you على سلامتكم أمورين شغلين تعبين أسكية خدومين وبترفعوا لي راسي بالمكتب الله يخليك أنا بشكركم Thank you for coming انت. وبإذن الله بتجوا again and again بعرف وقتكم تمين but thank you please come back thank you for having us thank you very much شكرا لكم بس نذكر مستمعينا برقم الهاتف إذا حابين يتواصلوا معكم إن شاء الله الرقم هو قاسم تفضل phone number oh yeah 248-557-3645 تمام thank you شكرا جمانة شكرا علي شكرا قاسم شكرا لكم مستمعينا على حسن المتابعة انتظرونا في الأسبوع المقبل إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج Your Rights إلى اللقاء This is CINA Radio, CINA 102.3 FM, Windsor, Detroit. نشرة الأخبار مع سامي الزبيدي.